من يناير لعام 2022 في انطلاقات سن الكبار من الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا اليوم الذي يسبق يوم الختام، حيث كان المتنافسون في هذه المنافسات الشيقة ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي، والذي بدأت فعاليات هذا المهرجان من 8 يناير حتى يوم الغد 19 من يناير، 11 يوما في منافسات شيقة بين شعارات هجن أبناء القبائل وكذلك بين شعارات أصحاب السمو الشيوخ وهذه المؤسسات العملاقة، ليأتي التنافس دائما والتحدي في ميادين السباق بمنافسات شيقة. الكل كان سعيدا في هذا الحضور المميز وفي هذه المنافسات منذ سن الصغار إلى أن وصلنا إلى فئة الكبار إلى يوم العمالقة، لتبدأ تحديات هذه الشعارات في هذا اليوم على مدى انطلاقاتنا وتحدياتنا العملاقة. هنا 14 انطلاقة في هذا اليوم لهذه الفئة العمرية من الحول والزمول في منافسات سيتكلم عنها التاريخ في أعداد كبيرة ستشاركنا هذا اللقاء المميز، هذا اللقاء الودي الجميل الذي يجمع الشعارات على أرضية الميادين، تحفة ميادين السباق هو ميدان المرموم. أهلا وسهلا بالجميع على هذه الأرضية، أهلا وسهلا في هذا الملتقى بملتقى الشعارات، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر دبي ريسنج في مرحلة التحدي، في مرحلة الكبار، في مرحلة التنافس. ها هو انطلاقة أول الأشواط من خلال هذه اللحظات، تعلن اللجنة المنظمة لانطلاقة أول أشواط الصباح من الحول في منافسات قوية ستسير من خلالها 8 كيلومترات بالمنافسة، ورغبة من الجمهور بمتابعة أحداث هذا السباق. أهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدينا الكرام عبر هذا النقل الحي والمباشر عبر دبي ريسنج والقنوات الناقلة، كذلك قناة ياس وقناة العين وقنوات السوشيال ميديا، هنا في متابعة أحداث هذا السباق. نسير بحضراتكم إلى مقدمة الشوط لنعلن ما يدور من تحدي وتنافس مع هذه الشعارات، لتبقى الأصالة والتاريخ دائما يتكلم عن كل ما يحدث ويدور في أرضية الميدان. المقدمة هملولة تتقدم وتتصدر مشهد السباق، هملولة لهجن الرياسة تأتي على المركز الأول معلنة عن حضورها وتواجدها في أول ساحات التنافس والمعارك. المركز الثاني تصل من خلال الشواهين، تعود ملكيتها لهجن الرياسة، كذلك يأتي في عملية التضمير والتدريب المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الوثبة تحتل المركز الثالث، تعود الملكية لهجن الرياسة، يأتي المضمر سلطان بن محمد الوهيبي العملاق من يتابع كذلك هذه الوثبة. بينما المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات وأشاهد هنا الطويلة تعود ملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. بينما هملولة تتواجد على المركز الخامس في هذه اللحظات، تعود الملكية لهجن الرياسة، ويأتي في عملية التضمير الظافر علي بن جميل الوهيبي. هي الخماسية، نسير إلى المركز السادس ونتابع شواهين الحاضرة في هذه اللحظات لهجن الرياسة، تتواجد على المركز السادس بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الميري. المركز السابع أيضا كذلك شواهين هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون الميري في عملية التضمير. المركز الثامن الآن نسير مشاهدينا الكرام بشعار هجن الشيحانية قادمة مع المضمر والمتابع محمد بن خالد العطية، يقدم لنا عالية في هذه المشاركة. على المركز الثامن الشاهينية بشعار هجن ند الشبه
تتواجد على المركز التاسع سالم بن سعيد في عملية التضمير، والمركز العاشر الشاهينية قادمة أو هملولة لهجنة الرياسة مع المضمر الظافر علي بيميل الوهيبي. هي النتيجة لمراكزنا المتقدمة أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأكارم، كل من يتابع أول انطلاقات التحدي مع سن الكبار، هذه الكبار التي وصلت إلى المرحلة الأخيرة في هذه المنافسات مع سن الحولي والزمول ليتنافس الجميع، لتأتي كل هذه السلالات وتأتي كل هذه النوعيات من السبق الأصايل تتجمع في موت واحد في موطن وسن الحول لتتواجه دائما وجها لوجه مع كذلك المضمرين الذين يقدمون المتابعة الشيقة وكذلك الأنواع المميزة في ميادين السباق. عودة إلى شواهين هجن الرياسة، الحمر الخطر مر وعبر إلى مقدمة هذا الشوط. هو الآن مع هذا الشعار الحمر يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقدم شواهين لترحل الى تحدي الناموس وترحل كذلك الى تواجد هذه الانطلاقات القوية الى المركز الاول. المركز الثاني وصول من هملولة، هملولة التابعة لهجن الرياسة وكذلك الظافر علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير. الوثبة قادمة، الوثبة تتواجد هنا في هذه اللحظات، تعود ملكيتها لهجن الرياسة، وياتي المضمر سلطان بن محمد الوهيبي مقدما هذه الوثبة لتتنافس مع شعاره هجن الرياسة، ولكن بمختلف الأخوة المضمرين منا من خلال المجازف وكذلك الظافر وكذلك العملاق. هذه ثلاثية على صدارة الشوط. المركز الرابع وصلت الآن هملولة قادمة لهجن الرياسة، وياتي المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي مقدم هملولة. شواهين حاضرة في هذه المنافسة، هي شواهين أمامكم هجن الرياسة، وياتي المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. كم وكيف ياتي مع شعار هجن الرياسة، مع شعار هجن الرياسة الشاهينية قادمة لهجن العاصفة، تحتل المركز السادس، المركز السابع الشواهين، المركز السابع الشاهينية أو شواهين لهجن الرياسة، ويأتي في عملية التضمير والتدريب محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثامن الشاهينية هجن ند الشبه يضمرها سالم بن سعيد. المركز التاسع شواهين هجن الرياسة، بينما في عملية التضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز العاشر هذه العاصفة وهجنها تقدم الشاهينية، وبمسار هذا الشوط مع المضمر هنا ياتي غيات الهلالي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة، هكذا هي التحديات حتى هذه اللحظات. الأسماء العملاقة، الأسماء المعروفة، الأسماء المشار إليها بالبنان، الأسماء التي تراقبها العيون في هذه الانطلاقات الصباحية من خلال تواجد هذه الأسماء العملاقة. كل شوط يأتي مشاهدين كرام بجديدة في منافساتنا المميزة. المقدمة وهملولة مسيطرة، هملولة لهجن الرياسة على مقدمة الشوط ما شاء الله بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. لكن شوف الوثبة، الوثبة تتسلل بكل قوة، الوثبة لهجن الرياسة مع سلطان بن محمد الوهيبي الأشقاء في التنافس على المركز الأول من خلال هذه اللحظات، ولكن تسير بمسار القوة والأداء المميز ما شاء الله. عودة إلى شواهين من تتواجد على المركز الثالث، هذه شواهين لهجن الرياسة وبقيادة بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصلكم غياث، تقدمت الشاهينية هجن العاصفة إلى المركز الثالث، إلى المركز الثالث وبقيادة المضمر غياث الهلالي. يا سلام، الله بدأ يتقرب، بدأ يتقرب من يعني من الجماعة اللي في المقدمة، لأن المقدمة خطيرة عندما تذهب إلى يعني تذهب عنك بعيد. المركز الخامس الآن هذه هملولة لهجن الرياسة، يأتي الظافر علي بن جميل
الوهيبي من يقدمها على الخامس المراكز. المركز السادس الشاهينية بشعار هجن ند الشبا تتواجد مع سالم مسعيد. المركز السابع شواهين هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري في التضمير. المركز الثامن هذه الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير. شواهين هجن الرياسة تاسعا. والمركز العاشر عالية لهجن الشحانية مع العطية محمد بن خالد العطية. بوابة العبور عبرت هذه الأسماء، عبرت الأسماء إلى تواجدي هملولة الآن على المركز الأول لا زالت. لكن حذاري حذاري الظافر من غياث، غياث غياث عبرت الشاهينية، عبرت بعد خط العبور بعد كيلو العبور إلى المركز الأول إلى ناموسي. هذا الشوط هذه الشاهينية، الشاهينية لشعار هجن العاصفة تقدمت إلى المركز الأول إلى ناموس هذا الشوط. بينما في عملية التضمير غياث الهلالي، بينما نشاهد الآن هذه الوثبة قادمة، الوثبة قادمة، الوثبة قادمة لهجن الرياسة وبقيادة السلطان بن محمد الوهيبي. ما شاء الله بالفعل تبادل مراكز بين هذا الشعار الملكي والشعار الحمر الخطر في هذه المنافسات. عودة إلى المركز الثالث، هملولة قادمة، هملولة لهجن الرياسة على المركز الثالث في عملية تضميره وتدريبه. ياتي المضمر علي بن يميل الوهيبي كذلك رابع المراكز بنفس الشعار نفس المضمر من خلال التحدي والتنافس. 1200 على خط النهاية. ما شاء الله العاصفة، العاصفة مسيطرة، العاصفة متمكنة بالمركز الأول حتى هذه اللحظات بقيادة غياث الهلالي. بينما هذه الوثبة، هذه الوثبة حذاري من هذه العملاقة مع العملاق، هذه الوثبة لهجن الرياسة بقيادة السلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث هذه الهملولة هجن الرياسة مع علي بن يميل، والشاهينية لهجن ند الشبة تتواجد على المركز الرابع. هذا هو يتواجد سالم بن سعيد، لكن عودة إلى الصراع الثنائي بين هجن الرياسة، هجن العاصفة، هجن العاصفة متقدمة، هجن العاصفة متقدمة، هجن الرياسة تحاول هذه الوثبة الشاهينية، الوثبة والشاهينية واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة غياث 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 مسيطر مع الشاهينية، لكن الوثبة، الوثبة، الوثبة شواهين كذلك هجن الرياسة بين الوثبة الشاهينية، ولكن غياث 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 انتزع الناموس، تقدم بكل محتوى قوي ومحتوى مثير للغاية على صدارة هذا الشوط. غياث يتقدم هناك يعني ثلاثية، ثلاثية يريدها الثلاثية، إلا أن الحمر الخطر، الحمر الخطر. الله يا سلام، هذه أمامكم الوثبة، الوثبة، لكن العاصفة، العاصفة الشاهينية، الشاهينية هجن العاصفة، هجن العاصفة، تبادل الكراسي والمنافسات والتحديات، ولكن هجن العاصفة مشاهدين الكرام تخطف الناموس في اللحظة الأخيرة، في اللحظة المثيرة، في اللحظة الحساسة. هذه أمامكم على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط هجن العاصفة أول انطلاقات الصباح. هجن العاصفة تزخر بناموس هذا الشوط، ثانينا والناموس لهجن العاصفة. المركز الثاني الوثبة هجن الرياسة، المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة، المركز الرابع شواهين هجن الرياسة، والمركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة. هكذا مشاهدين الكرام كانت التحديات والانطلاقات بكل قوة. 12 دقيقة 23 ثانية أربعة أجزاء من الثانية هو توقيت الشاهينية لهجن العاصفة على المركز الأول. التهنية كذلك المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني 12 دقيقة 23 ثانية وخمسا أو ثمان أجزاء من الثانية، تهنئة لهجن الرياسة مع وجود الوثبة في ثاني المراكز، والتهنية للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث كان الحضور مشاهدين الكرام من خلال تواجد شاهينية لهجن العاصفة ب 12 دقيقة 25 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ومنه دوما نطلب التوفيق.